يسعد اوقاتكم، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. الفيديو اليوم هو معركة لعبناها امبارح على البث المباشر، بس للأسف ما كان البث ضابط، كان في مشكلة بالبث، فشرمان ما تروح عليكم المعركة. حبيت نزلكم اياها هون، سجلتها نزلتكم اياها بدون اي اطالة. ان شاء الله تستمتعوا بالفيديو ويعجبكم المعركة، ولا تنسوا تشيروا لرفقاتكم وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. نشوفكم على خير بأمان الله. هاني بتذكر، لا هو خلاص كل واحد عم يرميها على الثاني. زيوس تا كايروس، يا عفو الله يا اخي، اختلاف السموس باللعب بين هون ونيك، يا اخي يا صدام يتعب عاني. عم بياخذ المنارة، فرصتكم تضربوا عليه، عم تكلنا خرا. لا 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 شالونا هدول، يا اخي تفجر باللحظة اللي عم تنزل المذر شيب فيها. روح على منارة مقرون، حاولوا تقلبوا الجيم، انا هعبط هون شوي على المقر. انساك منا شوي، معك مقر بنقلب فيها الجيم. يلا روح بساتي. لا قربوا مني قربوا مني قربوا مني قربوا مني، لا 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 انت قريب، خليك ضمن المزر شيب. بس هذا مارك على الكرموش، يلا خلاص اتركوا الابلوك عليها متى. يلا مارك، واحد اثنين ثلاثة، لسه لحظة هلا خالص. هذا انفيدر بده منارة المقر، تمام
كادو هاي ما تاني روبوت تعال معي اخ هذا الكد معلم حمار هذا الكد حاطط كلمتي وحمار شو اسمه سايكلون روح له بس كد حمار المنارة هون بس تعال معي عليها يلا روح استنى 7 ثواني شو هاد صدام بدك سبورت هذا مركته انا اللي بالجو يا خفتت فوتة غبية عليهم بس متوقف ياخ ليش هيك والله ما في لعبة يا حلوين ايه والله يا حرام لا بس تعرف شو حسجله الجيم والله حسجله